ولمزيد من التفصيل والمتابعة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة مطروح، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، بعد التحية، يعني بداية، تتحدث من العلمين الجديدة، حدثنا عن النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت نموذجا حضاريا بكل المقاييس يحتذى. نعم، يعني شهدت مدينة العلمين الجديدة بالفعل منذ عام 2018 يعني تطورا كبيرا على جميع المستويات، حيث كانت البداية من دور القوات المسلحة بتطهير هذه المدينة يعني الكبيرة من الألغام، ثم بدأت بعدها عمليات التطوير. نتحدث عن عمليات تطوير كبيرة وشاملة، نتحدث عن شبكة طرق كبيرة، نتحدث عن ملفات للإسكان الاجتماعي، محطات لتحلية المياه و محطات للكهرباء ومرافق وخدمات لوجستية كبيرة شهدتها المنطقة هذه المدينة بالفعل منذ عام 2018. لو تحدثنا عن الإسكان في مدينة العلمين الجديدة فلا بد أن نذكر يعني 18 برج التي تستقبل يعني الزائرين لدى دخولهم مدينة العلمين الجديدة. هذه الأبراج بطاقة ووحدات سكنية تتجاوز أكثر من 6000 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الوحدات السكنية والإدارية والشقق، يعني هذه فيما يخص الأبراج الشاطئية المطلة مباشرة على ساحل البحر. أيضا نتحدث عن الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز والعديد من المشروعات الإسكانية التي قامت بها وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية. في يوجد العديد من مشاريع الإسكان التي يعني أقامتها الدولة لتكون المدينة هي مدينة سكنية وليست فقط مدينة شاطئية تستقبل المصيفين وتستقبل الزائرين في فترات الصيف، ولكن هناك خطة استراتيجية وضعتها الدولة لتكون هذه المدينة هي مدينة متكاملة، حيث يعني هذه الخطة بحلول عام 2030 يكون المستهدف أن يكون فيها من المصريين حوالي 20 مليون نسمة يعني أو مليون نسمة. هذه المدينة بالفعل أصبحت الآن من مدن الجيل الرابع. نتحدث أيضا عن شبكة طرق كبيرة، لا يوجد تنمية بدون شبكة طرق كبيرة، وبالفعل يعني تم تطوير 35 كيلو على الطريق الساحلي الممتد من مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة إلى محافظة مرسى مطروح. أيضا هذه الطرق تمتد وتتسع من 30 متر إلى 90 متر، هذا بالإضافة إلى الكباري التي تم إنشاؤها وهي كباري معلقة لسهولة الحركة وعدم وجود حوادث والحفاظ على حياة المواطنين. أيضا نتحدث عن ملفات في غاية الأهمية وهي ملفات المياه وملفات الكهرباء، يعني يوجد تطوير كبير لشبكة الكهرباء الموجودة في مدينة العلمين الجديدة واستحداث شبكة أخرى غير التي كانت موجودة لتغذية المدينة بشكل كامل وتغذية الأماكن السياحية والمنشآت السياحية والفندقية والقرى والأماكن السكنية والمجتمعات العمرانية الجديدة. نتحدث أيضا على مشاريع في غاية الأهمية، مشاريع تخص المياه، محطات المياه، يوجد أكثر من 10 محطات مياه بالفعل يعني تم 90% هي نسبة الإنجاز منهم لهذه المشاريع لتحلية المياه والصرف الصحي ومياه الشرب والأمطار. يمكن المشاريع بشكل عام والتطور الكبير التي تشهده مدينة العلمين الجديدة جعلت منها مدينة أكثر من رائعة على جميع المستويات، على ملفات الإسكان، على ملفات السياحة، المنشآت الفندقية، البنية التحتية، يعني على الخدمات اللوجستية أيضا التي وجدت على الطريق. محمد، يعني على ذكر كل ما تحقق على أرض العلمين من واقع تواجدك في مدينة العلمين الجديدة، كيف لمس الناس والمواطنون هذه التطورات في كافة القطاعات كما ذكرت؟ كيف تفاعل معها المواطن؟ إلى أي مدى من خلال المقابلة المباشرة ومن خلال لقائهم يوميا في الشارع يستشعروا أن هناك شيئا ما اختلف في الحياة في العالمين؟
يعني الحقيقة لما عندما يعني نجري لقاءات عديدة مع المواطنين سواء كانوا الزائرين أو كانوا الذين يعملون في مدينة العالمين الجديدة، يعني كانوا يشعرون دائما بالفخر وأن الدولة دائما تساند يعني المواطن المصري في خلق فرص عمل كبيرة من خلال هذه الاستثمارات الكبيرة. هذا فيما يخص يعني العاملين في القطاع الاستثماري والقطاع العقاري. فيما يخص الزائرين يعني كانت هناك بالتأكيد يعني فرحة كبيرة ودهشة ويعني فخر بأن هناك مدينة في مصر تسمى العالمين الجديدة يوجد بها هذا التطور الكبير وهذه الخدمات اللوجستية الكبيرة والخدمات الإلكترونية والمميكنة واللحاقة بالتطور الكبير في جميع القطاعات. يعني في أي مكان في مدينة العالمين الجديدة جميع الخدمات موجودة، يمكن كمان جميع الوزارات يعني وضعت خدماتها في جميع أرجاء المدينة. نتحدث عن عربات خاصة يعني البريد المصري، نتحدث عن عربات خاصة بالبنوك وعربات أيضا لإنجاز كل الأوراق الخاصة بالمواطنين، من يعني كاستخراج رخص يعني الرخص الخاصة بالقيادة، استخراج بطاقات يعني السجل المدني، كل الإجراءات أو كل يعني ما يحتاجه المواطن المصري من خدمات خاصة به تتواجد في مدينة العالمين وتتواجد بشكل لائق وشكل يعني مميكن وشكل خدمي يليق بالمواطن المصري. أيضا المشروعات الكبيرة الموجودة في مدينة العالمين لبت جميع يعني طلبات ورغبات المصيفين المتواجدين في مدينة العالمين. نتحدث عن توافد مستمر وتدفق مستمر للمواطنين ليس فقط في أماكن في أوقات الصيف ولكن على مدار العام، لأن احنا نتحدث عن مدينة أصبحت متكاملة وبها العديد من الخدمات، فبالتالي هي أصبحت كمدينة مثل باقي المدن، ليست فقط كمدينة يعني تستقطب فقط المصريين أو السائحين في مدن في أوقات الصيف ولكن على مدار العام. يمكن ده اللي تم التأكيد عليه من خلال اللقاءات الكبيرة التي يعني أجريناها مع المسؤولين، أن تكون مدينة العالمين الجديدة هي مدينة كبيرة يقطنها المصريين ويكون نسبة الإشغالات فيها نسبة كبيرة. وبالفعل يعني إذا تطرقنا إلى نسبة الإشغالات يعني هذه النقطة تحديدا يعني محمد، يعني سبيل المثال لأن هناك اعتقاد دائما شائع أنه مدينة العالمين الجديدة هي مدينة صيفية فقط، مدينة لشهور الصيف فقط وبشكل كبير. حينما صحيح. توصلت مع المسؤولين هناك إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك حركة ونشاط خلال العام أن تكون مدينة للعام بأكمله، خصوصا أنه إلى جانب النشاط السياحي والترفيه هناك أنشطة كثيرة وعديدة تشهدها مدينة العالمين الجديدة؟ اولا يعني عندما تم وضع الخطه الاستراتيجيه او المخطط العمراني لمدينه العالمين الجديده يعني كان هناك العديد من المشاريع التي توفر حياه كريمه للمواطنين وحياه متكامله. يوجد لدينا مستشفيات، يوجد جامعه، يوجد جميع المرافق وجميع الخدمات موجوده داخل مدينه العالمين الجديده. اذا يعني من يعني يسكن في مدينه العالمين الجديده او يقطن فليس هناك اي مشكله وليس هناك اي داعي للانتقال الى مدينه اخرى، خاصه نحن نتحدث عن مدينه ذكيه، مدينه من الجيل الرابع، لديها خدمات على اعلى مستوى، خدمات مميكنه، لديها العديد من المشاريع التي قدمتها الدوله لتكون هذه المدينه متكامله وتلبي كل الرغبات. يعني كما ذكرنا ايضا هناك العديد من الخدمات تقدمها يعني مركز مدينه العالمين او جهاز مدينه العالمين في التسهيلات للمواطنين للحصول ايضا على يعني الوحدات السكنيه الخاصه بهيئه المجتمعات العمرانيه وعلى طبعا بالاقساط وبتسهيلات كبيره لتكون هناك يعني حياه داخل مدينه العالمين. يعني مدينه العالمين الجديده بالفعل كل يعني ما تحتاجه الان هو المصريين الذين يسكنون اليها، لان كل الخدمات من مستشفيات ومن مدارس ومن بنوك ومن وحدات سكنيه مختلفه قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية المتعددة من خلال مشاريع إسكان مصر والمتميز والداون تاون والأبراج وكل هذه المشاريع الإسكان التي تلبي جميع الرغبات فهي موجودة. أيضا شبكات الطرق، الصرف الصحي، المياه، الكهرباء،
كل هذه خدمات موجوده في مدينه العالمين الجديده، لا ينقصها فقط غير يعني المصريين. وعلى يعني وعلى ذكر ايضا يعني المشاريع الاسكانيه، كنا امس لدينا العديد من اللقاءات داخل احدى الاسكان المتميز، وبالفعل وجدنا العديد من المصريين الذين يعني بداوا بالفعل ان يكونوا قاطنين لهذه المنطقه وفي بعض مشاريع الاسكان التي قدمتها هيئه المجتمعات العمرانيه، وبالفعل حصلوا على الوحدات السكنيه وهم بالفعل مقيمين بها يعني داخل احدى الاسكان المتميز التابع لجهاز مدينه العالمين الجديده. اذن نتحدث عن مدينه كامله، مدينه صحيح. متكامله، خدمتها في غايه الروعه وفي وهي تقدم نموذج كما ذكرت مدن الجيل الرابع، ونموذج للتطور الحضاري يعني يحتذى به في مختلف المشاريع الاخرى، سواء على مستوى العماره العمران او على مستوى الخدمات يعني المقدمه تم لزوار. طبعا التصميم الهندسي الرائع صحيح. والمميز يعني. محمد الخطيب، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافية. مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.